له دعوة الحق. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. بإذن الله عز وجل اليوم راح تكون حلقة مميزة، لأنها حلقة نون، موقع نون القرآني، وحلقة الجمهور، الجمهور اللي هو أنتو. بصراحة أنا تفاجأت بكمية المشاركات وكمية الحماس باختياركم للمشاريع الدعوية، والله يجزاكم خير وشكرا لكم إنكم اخترتوا برنامج بالقرآن اهتديت للجائزة. ولكن موقع نون مو حاط برنامج بالقرآن اهتديت أصلا بالحسبة. اليوم موقع نون ومبادرة نون تقوم باختيار المشاريع اللي تخدم الإسلام والقرآن من باب التنافس الدعوي، وبهذا الوقت وبهذا العصر احنا محتاجين إلى الإبداع في الدعوة وإلى الإبداع في نشر دين الله سبحانه وتعالى والقرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أدعوكم لترشيح أفضل المشاريع الدعوية في خدمة الإسلام من وجهة نظركم، سواء كان شخص أو موقع إلكتروني أو كتاب أو مركز دعوي. ما هو المشروع الذي تعتقد أنت أنه أفاد الإسلام وأقنع الكثير من غير المسلمين في دخول الإسلام؟ ما هو المشروع الذي أنت ترشحه ليتم تكريمه من قبل موقع نون الإلكتروني؟ أرسل ترشيحك الآن. المجال الأول هو المجال المرئي. كل الفيديوهات اللي شفتوها المؤثرة اللي تخدم الإسلام وتخدم القرآن، اللي شفتوها بالإنترنت أو شفتوها بالتلفزيون، هذه المقاطع والفيديوهات اللي أنتوا اخترتوها حصل على أعلى تصويت الفيديوهات التالية. And that plan included me being unable to open a door I'd opened a million times before. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. That when you're conscious of Allah, Allah will make a way out for you. But the thing is that sometimes Allah subhanahu wa ta'ala is going to delay that way out so that He can give you some perspective. Because you see, if Ziyada would have went on that trip, he would have had a weekend of fun. But now he has a lifetime of perspective. And that's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that when Allah sends these tests to us, he called them a'rad, which are hindrances. So Allah will take a little bit of your health so that you can recognize the blessing of your health. He'll take a little bit of your wealth so that you can recognize the blessing of your wealth. العظماء هم من يتحركون بالرغم من كل المثبطين من حولهم. ظهر قبل ذلك بمئات السنين بطل إسلامي عملاق وقف في وجه أكبر إمبراطورية بحرية في ذلك الزمان. فما حكاية ذلك البطل الفلبيني المسلم؟ ولماذا تضع الفلبين صورته كشعار لقوات الشرطة في تلك البلاد؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة. المجال الثاني هو المجال المقروء والكتب المقروءة. كل الكتب اللي تخدم الإسلام والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى في العالم حصل على أعلى تصويت فقط 4 كتب، وأنتوا اخترتوا 2 كتاب. شوفوهم. في الكرة الأرضية يزداد عدد المواليد، فنجد أدلة للأمهات والحوامل، تزداد السمنة فنجد أدلة لتخفيف الوزن، وأدلة كثيرة وكثيرة لأشياء مهمة وأحياناً غير مهمة في حياتنا. بينما يزداد عدد الداخلين في الإسلام فلا نجد أدلة ومنتجات توفر لهم احتياجاتهم. أدركنا تلك الحقيقة
وقررنا أن نبني مصنعاً يقدم مجموعة من المنتجات للمسلم الجديد. بنينا المصنع بدقة شديدة وقمنا بتشغيله وأنتجنا دليل المسلم الجديد. دليل المسلم الجديد. كتاب دليل المسلم الجديد المصور للمؤلف فهد سالم باهمام، والذي راجعه وأقره عدد من علماء الأمة الإسلامية، وقد ترجم لأكثر من 22 لغة، وله عدد من المنتجات والوسائط الإلكترونية والإعلامية المجانية المنتشرة حول العالم، وهو يشرح بطريقة مبسطة غير معقدة للمسلم الجديد أحكام وأركان الإسلام الأساسية دون تفاصيل فقهية وخلافات مذهبية. كتاب الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام باللغة العربية يتحدث بصفة خاصة عن الإعجاز العلمي في الإسلام، وأيضاً يعنى بمفاهيم الإسلام وتصوره تجاه الفرد والمجتمع. هذا الكتاب تصدر قائمة الكتب الدعوية الموجهة لغير المسلمين في عظيم أثره، لذا يحرص المتخصصون في التعريف بالإسلام بالبدء بإهداء ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة غير المسلم، ثم يليه في قائمة الإهداء هذا الكتاب ثم بقية الكتب الدعوية الأخرى. ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. المجال الثالث وهو مجال المشاريع الدعوية، وبصراحة هذا المجال هو أكثر مجال أنت واخترته من المشاريع الدعوية، ومن خلال موقع نون أنت واخترته وصوتته لمشروعين شوفوهم. المجال الرابع هو المواقع الإلكترونية، وبصراحة المواقع الإلكترونية من أهم الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. من اختياركم أنت وتصويتكم اخترنا هذين المشروعين. في عصر الإنترنت والإعلام الجديد يبدو واضحاً أن النجاح الكبير لا يتطلب أفكاراً معقدة، فكل ما يحتاجه هو فكرة بسيطة ولكن جريئة. ركن الحوار بدأ بفكرة بسيطة، وهو أن يساهم في نشر ثقافة التعريف بالإسلام، واليوم بفضل الله أصبح ركن الحوار عالمياً. القصة: انطلق مركز ركن الحوار عام 1432 للهجرة بمجهود شبابي، حيث بدأ بغرفة واحدة على سطح أحد الجهات الخيرية يعرف بالإسلام عبر المواقع المنتشرة حينها مثل البلتوكي وغيرها، حتى أطلق موقعا متخصصا للحوار المباشر مع غير المسلمين بأحد عشر لغة عالمية، فبدأ يسلم واحدا تلو الآخر حتى تجاوزنا 12 ألف مسلم جديد، أصبح المعدل اليومي 25 شخصا. المجال الخامس هو الشخصية الدعوية المتميزة، وانتوا اخترتوا العديد من المشايخ والدعاة اللي دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وخدموا الإسلام والقرآن، ولكن موقع نون فضل أنه يختار شخصيات لها أثر بعد وفاتها، واختار موقع نون هذه الشخصيات العملاقة. أحمد ديدات، الشيخ أحمد ديدات داعية من جنوب أفريقيا،
نذر حياته للدعوة إلى الإسلام من خلال إقامة المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات. اشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الكنيسة أمثال كلارك، جيمس واغارت، أنيس شروش، ومنح الشيخ أحمد ديداد جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1986 ميلادية. Open the Quran, read the Quran, let Allah speak to you. Allah will do it for you. Allow His book to touch you, your heart. And inshallah, allow Allah to talk to you. And He's talking to you in the Quran. He's talking to you and me and to every passerby in the street. Let Him talk to you. And you will not be able to sit on your backside doing nothing, waiting for the other people to come and make a mess of you, to use you as a punching bag, to use you as a doormat, to want to make nests in your head. Is that the role? Allah says, no. لِيُزَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. And enough is Allah is a witness to this fact that He's going to make His deen to prevail. It's a privilege Allah is giving you. Take it. وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عبد الرحمن السميط. الدكتور عبد الرحمن السميط طبيب كويتي مرموق ترك حياة الرفاهية وانشغل بالدعوة في القارة السمراء لعقود من الزمن. أسس لجنة مسلمي إفريقيا قبل أن تتحول إلى اسم جمعية العون المباشر. أسلم على يديه مئات الألوف. حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والمسلمين عام 1996 ميلادية، ووسام فارس العمل الخيري من إمارة الشارقة عام 2010. في نفس السنة في عام 92 جاءني هذا اليتيم صديق كنن، وكان وزنه قليل جدا، وكان ما في أمل أن يعيش. وبعد نزاع بيني وبين نفسي قررنا نحن نعطيه وجبة، رغم أني اعتبرت أن خيانة للأمانة اللي حملني إياها المحسنين في بلادنا أن يعطي إنسان ما في أمل أن يعيش، واستطيع اني اعطي بداله هناك مئات الالوف من الاطفال اللي هم بحاجه الى وجبه ب 16 فلس. نسيت الموضوع، وبعدها بكم سنه يرسلوا لي صورته. هذا هو الصديق كنن، الطفل اليتيم الذي حفظ القران كله ولم يرى مصحفا في حياته، تعلم القران من لوح القران تحت الشجره هنا. والفرق بين الصوره هنا والصورة هنا 16 فلس فقط. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. موقع نون القرآن المتميز كان معانا في بداية برنامج بالقرآن اهتديت من الجزء الأول إلى الجزء الثالث، وبإذن الله عز وجل راح يستمر معانا في خدمة القرآن وخدمة الإسلام. اللي أنا راح أسويه وأبيكم أنتم تسوونه بطلب مني أن احنا ندخل على موقع نون، الرابط موجود، وتشكرونهم في التعليقات، تدعو لهم، تثنون عليهم، وتدعون الله سبحانه وتعالى أن ياجرهم أنهم يستمرون معنا بإذن الله عز وجل في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وجزاكم الله خير. في كتاب الله قلبي صار حي.